قام متطوعون بالمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط بصناعة ممرات معقمة موصولة بأجهزة استشعار ذكية. المشروع الأول كان في تصميم أقنعة واقية، والمشروع الثاني كان واقية الوجه استعمال البلاستيك لحماية من الرذاذ المتطايرة، والمشروع الثاني وهو حساس الحرارة للأشخاص عن بعد، ثم المشروع الأخير وهو الممرات التعقيم. بطبيعة الحال فيه الدفعة الأولى اللي فيها 11 ممر تعقيمي، هذه موجهة مباشرة للمصالح الاستشفائية، وفيه بالنسبة للمدرسة تأمين المدرسة فيه 5 ممرات ستوضع تحسبا لدخول الطلبة يعني في المنافذ 5. السلطات المحلية للولاية قامت بزيارة تشجيعية للمدرسة مؤكدة تكفلها بانشغالات المتطوعين فيما يخص المواد الأولية. كل الانشغالات اللي طرحونا احنا متكفلين بها، كان اللي يتكفلوا بها حاليا فورا، وكان على كل حال انشغالات اللي ناخذهم بعين الاعتبار ما توفرت، من بينها المواد الأولية اللي كانوا يتكلموا عليها من النقائص اللي عندهم، قلنا باش احنا ان شاء الله نتكفلوا لهم بها. ما هو موجود حاليا وموجود متوفر في السوق نتكفلوا به حاليا، ما هو غير موجود نظرا للظروف الاستثنائيه يؤخذ بعين الاعتبار نتكفلوا به مستقبلا ان شاء الله. ولان الازمه تلد الهمه، فهي المؤسسات الجامعيه لولايه الاغواط تبصم على حضور مميز خلال ازمه كورونا.